السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أيها الشعب التونسي العظيم، السلام عليكم يا منتخب تونس يا جامد جدا. نسور قرطاج النهاردة بيقدموا ملحمة أخرى بعد ملحمة المنتخب السعودي. المنتخب التونسي كمل السيمفونية اللي بدأ عزفها عن طريق المنتخب السعودي اللي حقق انتصار تاريخي قدام الأرجنتين منذ ساعات قليلة في الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم. نتيجة ماتش تونس والدنمارك بتقول ان مونديال قطر 2022 هيكون استثنائي، مفيش كلام. العرب واضح انهم هيكتبوا تاريخ، ومنتخب ورا التاني في البطولة خد الشجاعة خلاص بعد فوز السعودية النهاردة على الارجنتين وتحقيق اول مفاجآت المونديال. من بداية المونديال كده واحنا بقينا متأكدين انه هيكون خلاص مونديال تاريخي ان شاء الله، وهنشوف فيه كرة ممتعة. وبداية من الرقم السلبي اللي حصل عليه او حققه المنتخب القطري في الخسارة في المباراة الافتتاحية، لما قطر اصبحت اول منتخب مستضيف للمونديال بيخسر المباراة الافتتاحية او حتى المباراة الاولى ليه في البطولة بعد ما خسر قدام الاكوادور 2-0 في اول ماتش في البطولة. من وقت خسارة قطر التاريخية ده لحد الوقت الضايع التاريخي اللي بيتحسب في البطولة لحد الوصول للمباراة التانية، وبنشوف وقت بدل ضايع بيوصل تقريبا ل 27 دقيقة في الماتش الواحد، واحنا على موعد مع مجموعة من الأحداث التاريخية اللي بتحصل لأول مرة. الحكم الإيطالي الشهير كولينا المسؤول عن التحكيم طبعا في الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد إن كل ثانية هتضيع في الماتش هتتحسب بكل دقة أوتوماتيك، والمباراة هتتلعب 90 دقيقة كاملة بالتمام والكمال. الفار على طول بيقول للحكم انت ضاع منك 9 دقايق هتحسب 9 دقايق، ضاع منك 8 دقايق هتحسب 8 دقايق. طب الحاجات دي بتتحسب ازاي؟ اي رمي التماس ضيع فيها وقت، اي لاعب بيخرج وبيضيع وقت في التغيير، اي لاعب مصاب، اي اعتراض على الحكم، اي رجوع للفار، كل الكلام ده محسوب. امبارح شفنا لقطة تاريخية يمكن تكون اول مرة بتحصل، ان رئيس دولة نشوف ابنه مثلا بيلعب بقميص منتخب دولة تانية. طبعا الكلام ده حصل مع الأسطورة الليبيري جورج وايا، نجم الميلان الإيطالي السابق والإفريقي الوحيد في التاريخ اللي فاز بجائزة الكرة الذهبية ورئيس ليبيريا الحالي. شفنا ابنه امبارح تيموتي وايا بيلعب بقميص منتخب مين؟ أيوة، الولايات المتحدة الأمريكية، ويسجل هدف كمان في مرمى منتخب ويلز، وهنا هنقف شوية. جورج وايا الليبيري الافريقي الوحيد اللي حائز على الكرة الذهبية في التاريخ كان له حلم انه هو عايز يلعب في كاس العالم ويسجل، فما حققش الحلم ده وطلب من ابنه انه هو يحققه له فحققه له، لكن مع منتخب تاني خالص. اما المنتخب السعودي انضم لقائمة كاتب التاريخ في النسخة دي كمان في المونديال بعد ما حقق انتصار تاريخي قدام المنتخب الارجنتيني لاول مرة في تاريخ السعودية، طبعا بكل نجوم الارجنتين واساطيرها بقيادة ليونيل ميسي وديماريا وطبعا الحارس مارتينيز وطبعا اللاعب ايضا لوتارو مارتينيز نجم الانتر. المنتخب السعودي حقق انتصاره الاول قدام الارجنتين بعد اربع مواجهات سبقت اللقاء ده، انتهت كلها بانتصارين للتانجو وتعادلين، غير ان طبعا المره دي اول مره يتقابلوا فيها في مباراه رسميه في المونديال. تألق منتخب السعودية جدا، وواضح ان هو هيتنقل التألق ده للمنتخبات العربية كلها، عشان نشوف المنتخب التونسي في المباراة اللي بعدها امام الدنمارك على طول بيقدم اداء غير عادي وقتال وشراسة وحماس وروح وجرينتا عالية جدا امام المنتخب الدنماركي. منتخب تونس سجل هدف في شباك الدنمارك لكنه اتلغى طبعا بداعي التسلل، غير طبعا الفرص المحققة اللي بالجملة لنسور قرطاج على مرمى احفاد الفايكنج منتخب الدنمارك اللي تألق فيها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك العملاق. لحد الثواني الأخيرة في المباراة المنتخب التونسي كان ممكن وكان قريب جدا ان هو يحقق الفوز، ودفاعاته والحارس الكبير النهاردة كانوا صامدين بشكل غير عادي وواجهوا هجمات منتخب الدنمارك بكل قوة وصلابة. حكم المباراة وقع قلوب كل العرب الحقيقة، وقع قلوب التوانسة وقلوب كل العرب اللي كانوا بيتابعوا المباراة النهاردة في الثواني الأخيرة كده، يمكن رجع للفار علشان يشوف لقطة شك فيها ان فيها ضربة جزاء او حاجة للدنمارك، لكن الكل تنفس كده خدنا نفسنا بعد ما قال ان الكرة ما فيهاش اي حاجة بعد اعتراض كبير جدا من لعيبة الدنمارك.
المباراة صحيح انتهت بالتعادل السلبي، لكن هي أول مباراة تخلص بالنتيجة دي من بداية البطولة، وأول مباراة ما يتمش تسجيل فيها أهداف. يمكن يكون المباراة اللي اتلعبت من أول البطولة لحد مباراة تونس كلها شهدت أهداف، حتى التعادل في مباراة ويلز وأمريكا كان طبعا بهدف لكل فريق. لكن مشوار الألف ميل يا تونس بيبدأ بخطوة، والنقطة اللي حصدها التوانس النهاردة هتقربهم للدور اللي جاي في المونديال. في النهاية بنتمنى تألق كل العرب، السعودية، تونس، المغرب، الجزائر وقطر، وانه يستمر منتخب المغرب ويقدر يحقق نتيجة ايجابية في مباراته اللي جاية امام كرواتيا، الخصم الصعب جدا، ونشوف العرب كلهم في الادوار الاقصائية، ونبدأ نحلم يمكن يتوج منتخب عربي بالمونديال او حتى على الاقل مربع ذهبي. بسعد دايما بصحبة حضراتكم على صفحة سترايكر، بنغطي لحضراتكم التغطية صفحة عفوا 24 ساعة رياضة، عشان بنطلع برضو على صفحة سترايكر كتير، فبنغطي لحضراتكم أجواء المونديال وتحليلات لمباريات المونديال. بسعد بصحبة حضراتكم، كنت معاكم محمد إبراهيم، إلى اللقاء.